دنيا بوتازوت قبل ما تكون فنانة هي إنسانة عادية من أسرة متوسطة، قريت في المدارس العمومية حتى خديت البكالوريا ديالي، وقريت في سنة أولى في الجامعة، ومن بعد اختاريت أنني نمشي للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي اللي قريت فيه 4 سنوات وتخرجت، ومن بعد بدات لاكارير ديالي حتى لدابا. لا انا اكثر مسرح، علاش؟ لان المسرح عنده بزاف ديال الخصوصيات. السينما ما عمري ما درت السينما، ولكن ان شاء الله كاينه تجربه ان شاء الله قريبه باذن الله، تنتمنوا غير ربي يرفع علينا هذا الابتلاء هذا ان شاء الله ونبداو فيه. كيف قلت لك المسرح، المسرح علاش؟ لانه المسرح انت قريبه من الناس، كتخرجي منهم الضحكه بالمباشر، كتجريهم معاك في كاع ديك الاحاسيس اللي كنتي كتعيشيها على الخشبه. فالمسرح كيبقى عشقي الاول انا اكثر، يمكن ما نديرش تلفزيون وندير المسرح ونكون دائما مرتاحه. فن المغربي الا تواتت واحد الظروف يعيش به. نقول لك علاش، بحال دابا مثلا الا رايي الشخصي انا تنقول مثلا، بحال كثير من الفنانات يقول لك مثلا ان الدعم المسرحي قتل الفرق المسرحيه. كاينه فرق محتاجه للدعم، ما يمكنلكش تحرمها منا، وكاينه الفرق اللي كتقول لك لا حنا ما محتاجين شي، سوفي مثلا اننا يدار لينا غير الاشهار في التلفزيون بلاش حنا ما تعطينا وزاره الثقافه الفلوس، خلينا غير الاشهار في التلفزيون حنا من الناس، نخلصوا المسرح، نخلصوا لي تكنيسيان، نخلصوا الممثلين بهذيك ثمن التذكره اللي غادي يدخل يخلصوا واحد المتفرج باش يدخل يتفرج فيا. للاسف هذه المساله ما عندناش حنا، فحنا دائما معولين على دعم وزاره الثقافه والكثير من الفرق، القليل منها كتقوم بعض العروض اللي هي بريفي، تنقولوا حنا مثلا تسميوها حنا عروض بريفي، يعني بعيدا عن وزاره الثقافه، يمكن تمشي لشي جماعه ولا تمشي لشي مؤسسه حره ولا تمشي، فهمتي، تنسميوا حنا عروض خاصة، ولكن الأغلب فيهم ما تيخلصش ثمن التذكرة، كل شيء كيجيب انفيتاسيون، فهمتي؟ يعني لو كان كيف قلت لك على الأقل دار لنا غير إشهار في التلفزيون وحنا نتكلفوا بالباقي، تنظن أنا يعيش الفنانة على طول السنة. ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمسرح حنا عندنا حاليا باش ما نديرش 5 ديال المسرحيات. حنا كيفاش نقول لك، حنا كفرقه مسرح بيلكا فنون اغتنمنا هذه الفرصه، هذا الشيء اللي تاح لينا، هذا الانغلاق اللي تاح لينا حنا في خلال ازمه كورونا، وحاولنا اننا نتقاربوا مع بعضياتنا واننا نريبيتيو شحال من مسرحيه. الحمد لله اننا طلعناها، بدينا البروغراماسيون ديال العروض، ولكن للاسف حبستنا الجائحه. عندنا مسرحيات المصبانه، مسرحيات الفار، مسرحيات الفقيه، الموسم، ولي زانستوبابل، هما 5 المسرحيات اللي دار فرقه مسرح بيلكا فنون، بالاضافه لمسرحيات انا وبناتي اللي مازال الناس طالبينها كعرض فرجاوي يتمتعوا به الناس، شافوه ومازال باقيين كيطالبوا به. دونك ان شاء الله مور هذه الازمه هذه غادي نستأنفوا الجولات اللي عندنا، لان ديجا عندنا عقود مع الناس، دونك خصنا نلتزموا بها ان شاء الله مور كونفينمون ان شاء الله. دونك هذه اول حاجه غتعرفوها نتوما، يعني ما عارفه حتى شي حد، انا ان شاء الله عندي عوده ان شاء الله الرحمن الرحيم قويه لشاشه التلفازه من خلال عملين اللي هما مسلسل بنات العساس اللي من اخراج دريس الروخ، انتاج شركه ديسكونيكتد، واللي بطوله ديال نجوم كبار على راسهم لاله منى فتو، لاله سعاد خويي، عزيز الحطاب، منصور بدري، سانديا
ساعتين يعني ونجوم يعني طالعين دي جون زوينين. فان شاء الله السي عبد القادر عيزون اللي هو اسم كبير في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في, الـ في الساحه الفنيه المغربيه، وهذا العمل هذا شرفني اني نخدم معاه بواحد الطريقه الصراحه ما كنتش توقعتها منه، اللي اثرت فيا بزاف، والناس غادي يفهموا ملي غادي يشوفوا المسلسل على قناه الاولى ان شاء الله خلال شهر رمضان غادي يفهموا علاش قلت هذا الكلام. الحاجه الثانيه هي السيت كوم اللي ولفوا الناس يشوفوا دنيا بزاف فيه، وان شاء الله اللي غيكون على القناه الثانيه دوزام واللي فيه نجوم كبار ان شاء الله. و تعرفين ان كل عمل عنده الخصوصيه ديالو، انا ما عنديش الحق نقول لك شكون الاسماء ولا سميت السيت كوم، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم ان شاء الله ملي نبداو التصوير اللي غادي يبدا ان شاء الله قريبا، ونتمنى ان الجمهور المغربي يستانس بهم كعملين ويعجبوهم. العادي الواحد مني تيغبر عنده ظروف خاصه بي، انا اختاريت انني نغبر لانه ولله الحمد تزوجت وولات، دونك كان ضروري خصني ندير الاسره ديالي، لانه كاين واحد الجانب تنقولوا حنا ترضي حتى نفسك وترضي والديك، لانه مازالين ما تطمنوش عليك، خص يكون عندك دارك، خص يكون عندك راجلك، حنا يكون عندك وليداتك. فكان هاد كان عندي هاد النقص هذا، الحمد لله اللي استقريت واختاريت وقت انني نجلس فيه، وماشي نادمه عليه وعمري ما غندم عليه، والحمد لله ربي اتاني بوليدي الغالي وراجلي اللي ديما كيشجعني وتيقول لي ما حدك حمقه مسطيه على هذا الميدان ما عندي ما ندير انا، دونك حتى واحد النهار تقولي بركه عب وحدك، دونك من هذا المنبر ديالكم كنشكرو بزاف. أنا غنقول لك علاش كنت بعيدة على السوشيال ميديا لسنوات، ولكن كيف تنقولوا كاين شي حوايج عندهم ديزافونتاج وديزانكونفينيون. مثلا الحوايج اللي كانوا اللي خلاوني يمكن أنا التجأ للسوشيال ميديا هو هاد الكونفينمون، هاد الحجر الصحي اللي وقع بسبب هاد الجائحة ديال كورونا، فكان الاقتراب من الجمهور وأنك تبقى نغاردي كونتاكت معاه كان اترافير السوشيال ميديا. ف تشجيع من راجلي درت قناه على اليوتيوب، درت صفحه ديالي في الفيسبوك، صفحه في الانستغرام، ومن هنا بديت كنعرف اراء الناس، بديت كنتشارك معاهم شي حوايج دايوغ، حتى الاعمال اللي قلت لك عليها الاعمال المسرحيه تشاركت معاهم بحال نقولوا حنا فوت على واحد الموضوع معين نتوما كيضركم واش بغيتونا نهضروا عليه، انتم اختاروا فقط الموضوع وحنا كيبقى علينا الشيء. هذا هو اللي خلاني انني رجعت، والحمد لله تنبغي نشوف انا في السوشيال ميديا كل ما هو ايجابي، كل ما هو سلبي انا ابتعد عنه، يعني لانه ما غاديش يزيد بيا القدام، دائما غيحبطني وغيرجعني غلور، فما ما كنديهاش فيه اتجاهله. جاتهم معجب شعيبيه دارت قناه، ما عرفتش انا براسي تفاجات والله العظيم، انا براسي تفاجات، يعني كثير من الفنانات زميلات عندهم قنوات، ولكن علاش بالضبط انه دارت ها دنيا وعلاش هالضجه كامله دارت والهضره انا براسي لحد الساعه تنهضر معك ما فهمتش علاش، بدات لانه ربما تنقول انا واحد الفنانه اللي كتخلق لهم البوز، كتخلق لهم شويه ديال ما عرفتش كيفاش غنسميها، داكشي علاش كيهضروا على القناه ديال دنيا بوتازوت. الحمد لله ضجه ودازت والحمد لله القناه ديالي راها مستمره، وبغيت نشكر المتتابعين ديالي من خلال القناه ديال يوتيوب دنيا بوتازوت اوفيسيال، انه هاد السيمانه هادي وصلنا ل 100,000 متابع، فانا فرحانه بهم بزاف بزاف وكنشكرهم بزاف بزاف، وان شاء الله من خلال قناتي كيف قلت لك كيبقاو يشوفوا تنهضروا على مواضيع اجتماعيه، يمكن شي حاجه قاصتني ولا قاصت شي حد من لي فان ديالي وكيطرح علي سؤال كيبغيني انني نجاوب عليه، فكنجاوبوا بكل صراحه، وهكا كنبقاو على ارتباط مع بعضياتنا، والحمد لله لهلا حشمنا هادشي، تنقول انا ديما لهلا حشمنا.
لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.